والمقاومة الفلسطينية أعلنت أنه تم الإفراج عن محتجزين من أصل روسي خارج الصفقة المتفق عليها في الهدنة، وده طبعا تقديرا لمواقف الرئيس بوتين ودعم روسيا للقضية الفلسطينية دولي. خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر. معانا على التليفون دكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك وصباح الخير وصباح المشاهدين كلهم. أهلا بيك يا فندم. يعني موقف روسيا حتى الآن هو موقف داعم لفلسطين، لكن يعني لم نرى تحرك قوي بشأن موقفها داعم لفلسطين. تقييم حضرتك لموقف روسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ هو الموقف الروسي هو داعم سياسيا بالنسبة لفلسطين بحسب ما تتاح له الظروف. لا ننسى أن بالطبع روسيا تريد أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين وبين إسرائيل، لكن هذا بيتوقف على الطرف الإسرائيلي. إسرائيل يعني تعتبر الولايات المتحدة هي الحاضنة الأساسية بالنسبة لها، وبالتالي لا تسمح لأي طرف آخر التدخل في علاقتها بالفلسطينيين، حتى الأمم المتحدة نفسها. يعني روسيا كانت في بداية الأزمة تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن بيدعو إلى وقف إطلاق النار، وهذا ما يعني طبعا أمريكيا من خلال الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الروسي. لكن طبعا تاريخ الدعم الروسي إلى القضية الفلسطينية هو تاريخ واضح يعني، وبالتالي أيضا هذا ما قدرته حركة حماس وتجلى في الإفراج عن الرعايا الروسيين يعني خارج الصفقة. روسيا طبعا حتى الآن لم تقدم يعني دعم حتى في نطاق المساعدات، يعني المساعدات التي قدمت من بعض العالم، يعني لم تتقدم روسيا حتى الآن بحزمة مساعدات مادية على سبيل المثال. لكن أعتقد طبعا أن روسيا بتتخذ الأزمة أيضا الأزمة في غزة كوسيلة للضغط المعنوي على الغرب، ولا سيما بعدما يعني جاء الغرب يعني في الأزمة الأوكرانية ليدعو كل طرف منه بالدعم المادي والسياسي والاقتصادي لأوكرانيا. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هناك تدافع بالأكتاف بين روسيا وبين الغرب في كما كان في أزمة أوكرانيا. هذا أيضا بيتضح جليا في أزمة روسيا، ولا سيما بعدما استقبلت الخارجية الروسية وفدا من حماس في بدايات الأزمة في أكتوبر الماضي، وبالتالي هذا أيضا ما لاقى يعني تنديدا إسرائيليا في هذا استقبال، على أساس أن روسيا أو أن الخارجية الروسية استقبلت وفدا من حماس. طيب دكتور، هل تتوقع أننا نشوف دعم روسي مختلف بخلاف الدعم السياسي خلال الفترة المقبلة بعد هذه الخطوة من قبل المقاومة، وفي أي شكل من الممكن أن يكون؟ هي أنا أعتقد طبعا أن روسيا حينما يكون هناك دعما روسيا، حينما يكون هناك حلا شاملا، سوف يعني يمكن أن تتجلى المواقف الروسية، ولا سيما أن روسيا كانت عضوا في الرباعية الدولية التي كانت يعني شكلت في 2002 بطلب من رئيس الوزراء الأسباني، وهي تسمى الرباعية الدولية بشأن فلسطين. لكن أيضا أعتقد طبعا يعني إذا رجعنا إلى التصريحات الرئيس الروسي بوتين عقب هذه الأزمة أو خلال هذه الأزمة، الذي يتحدث أو يلوم الولايات المتحدة بأنها انطردت بالتسوية في الملف الفلسطيني ولم تفعل شيئا، هذا جراء ما السياسة الأمريكية تجاه الأزمة تجاه المشكلة الفلسطينية، وبالتالي رأى أن الأزمة هي من تجديات الانفراد الأمريكي بالمشكلة الفلسطينية التي يعني لم تفضي إلى شيء وأفضت إلى ما نحن عليه الآن في غزة. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن روسيا حريصة على أن يكون لها دور في القضية الفلسطينية، ولا سيما حينما نتحدث عن تسوية شاملة كما كان مرسوما في
خلال دورها الرباعيه الدوليه التي تجمع الولايات المتحده وروسيا والامم المتحده والاتحاد الاوروبي. طيب دكتور جمال، زي ما حضرتك تحدثت، هو الدور الروسي او الموقف الروسي من القضيه الفلسطينيه يعني الحقيقه واضح مش بس في هذه الازمه، وزي ما حضرتك تحدثت انه في هذه الأزمة تحديدا كمان هو حتى الآن هو ما نراه هو تدافع أكتاف. سؤال حضرتك يا فندم، متى يمكن أن نرى تحولا في الموقف الروسي أنه يكون يعني أقوى بشكل أو بآخر؟ يعني لا ننسى أن روسيا طبعا هي علاقتها مع الغرب هي علاقات متوترة في حالة من التوتر أو في حالة من الجمود. الغرب لن يسمح لروسيا بأن تلعب دورا فاعلا في الأزمة الفلسطينية أو في القضية الفلسطينية ولا سامح. إنما أتحدث عن الغرب، الغرب يعني الولايات المتحدة وتابعيها سواء كانت إنجلترا أو فرنسا أو بعض الدول. هؤلاء لا يريد روسيا أن تلعب دورا سياسيا على خارج منطقة النفوذ الروسي التقليدية. فبالتالي أنا أعتقد أنهم لا يريدون روسيا أن تخرج من هذا النطاق أو من هذا الحزام. صحيح فندم، لكن مؤخرا روسيا يعني لم تكن تنتظر اي خلينا نقول اي سماح او اي موافقه على اي قرار هي بتتخذه. يعني هو على المستوى السياسي فقط، على مستوى دورها في مجلس الامن، ودورها في مجلس الامن هو دور يعني ينحصر في تقديم المبادرات او المشروعات او تعطيل بعض. يعني لا ننسى ايضا ان روسيا يعني حينما تقدمت المشروع في مجلس الامن ورفض، ايضا هي اجهضت المشروع الامريكي. الولايات المتحده قدمت ايضا مشروعا مماثلا في مجلس الامن يعني يدين حماس ويعني يتحدث عما اسمته بحقيقه اسرائيل في الدفاع عن امنها او الدفاع عن نفسها، واجهض هذا المشروع القرار ايضا في مجلس الامن يعني من خلال فيتو روسي. فبالتالي هو مقابل الشيء او فكره التدافع هذه يعني السياسه بتضرع فيها روسيا ما هو متاح لها في الوقت الحالي. طيب دكتور، في بعض الاراء بتقول ان روسيا مستفيده من هذا التصعيد الحاصل، لانه بهذا التصعيد انصرف ولو قليلا الغرب والولايات المتحده الامريكيه عن دعم اوكرانيا خلال هذه الفتره. حضرتك تتفق مع هذا الطرح؟ يعني انا اتفق مع هذا الطرح. طبعا هذه الازمه التي تعيشها العالم في غزه خففت الضغوط التي كانت بتمارس على روسيا على دكتور جمال، صوت حضرتك مش واضح، بس لو تغير المكان. بالطبع اعلاميا ايضا هناك يعني دخل في التاكيد على احداث غزه، ويعني ويبدو ان هناك يعني 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 تراجع في اهميه الازمه الاوكرانيه على المستوى الاعلامي. انا لا اتحدث على المستوى السياسي بالنسبه للغرب، على المستوى الاعلامي. وطبعا ولا ننسى ان الاعلام بيبقى ليه دور في تهيئه الراي العام العالمي بصدد شن ضغوط على سواء على روسيا او على اسرائيل. طيب دكتور جمال، يعني من الملاحظ الحقيقه حتى التوافق الروسي الصيني، واعتقد بان فتره كمان يمكن العالم تخلص من فكره القطب الواحد او نظريه القطب الواحد وهو الولايات المتحده الامريكيه، وبالفعل هناك اقطاب اخرى كالصين وايضا كروسيا. شايف هذا التوافق يا فندم لو أرادت الدولتين، وهما يعني دولتين بالفعل ليهم اقتصاد قوي وليهم تأثير قوي، هل يستطيعوا بالفعل التأثير على هذا الوضع في قطاع غزة أو على هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إن أرادوا ذلك بكل تأكيد؟ طبعا هناك اهتمام عالمي وبشأن ما هيحدث في قطاع غزة. بالأمس فقط أنا مجلس الأمن بيعقد جلسة له، وتحدث المندوب الصيني او الممثل الصيني في مجلس الامن، وهذا يعني انا بعتبره من المبشرات. وكل مره الصين بتهتم او بتخرج من مناطق البحر الصيني الجنوبي الى عمق الشرق الاوسط والى جوهر المشكله الاساسيه في الشرق الاوسط هي قضيه الصراع العرب الاسرائيلي.
استمعت لي مندوب الصين في مجلس انه هو يتحدث عن ضروره يعني حل كحل لقضيه دكتور جمال. وهذا ايضا دكتور جمال استاذنك هو الصوت مش واضح. يعني كان بالامس فقط تحدث المندوب الصيني في مجلس الامن وتحدث عن قضيه الشرق الاوسط وتحدث عن القضيه الفلسطينيه وطالب بضروره يعني وجهه النظر تقدم وجهه النظر الصينيه عما اسماه بحل الدولتين وراى ان هذا هو الحل الاساسي للقضيه الفلسطينيه ولما يحدث في غزه. فبالتالي انا اتوقع ان الصين ذهبت من النطاق الضيق الذي كانت تفرضه على اوياله مشكلات الشرق الاقصى والمناطق المتاخمه ببحر الصين الجنوبي. فانا اعتقد طبعا ان خروج العملاق الصيني من هذه المنطقه الضيقه الى الساحه الدوليه هو في حد ذاته بالطبع تغيرا في طيب. السياسه الصينيه مع مزيد دكتور جمال سريعا حضرتك تقييم حضرتك لهذا التصرف من قبل المقاومه ايه؟ بالنسبه للمقاومه بالنسبه يعني لخروج الافراح خارج الصفقه هو تقدير بالطبع هو تقدير لروسيا ودعمها الى القضيه الفلسطينيه. هي روسيا بالطبع هي الوريث السابق لل طيب دكتور جمال يعني للاسف الصوت مش واضح وانتهى الحقيقه وقتنا. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جمال سلامة عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس. ومشاهدينا خلينا ننقل لحضراتكم هذا النبأ الهام. والعاجل أيضا أعلنت حماس تمديد الهدنة ليوم آخر 24 ساعة أخرى وكانت انتهت بالفعل اليومين الإضافيين اللي ابتدوا من أول امبارح وانتهوا امبارح وتم الاتفاق الآن على تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة. نأمل طبعا في زيادة مدة الهدنة حتى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.